احتفل العالم بوصول الصور الأولى للكون التي التقطها تلسكوب ناسا جيمس ويب، والتي انتظرها المجتمع العلمي والآلاف من عشاق عالم الفضاء. الصور التي كشف عنها بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست المحاولة الأولى لناسا لإرسال تلسكوب إلى الفضاء، لكن دقة تلسكوب جيمس ويب تتيح مراقبة المجرات الأولى التي تشكلت وأسرار كثيرة أخرى مرتقبة كذلك. فما الذي يعنيه ذلك على المستوى العلمي؟ نتابع بعد التقرير التالي. يوم تاريخي للإنسان يشبع نهم خياله للمعرفة واكتشاف خفايا الكون الكبير الذي نحتل حيزاً متناهي الصغر منه. الصور التقطها أحدث وأقوى تلسكوب فضائي في العالم، نصر يحسب لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أعلنه الرئيس الأمريكي. It's a new window into the history of our universe. إنها نافذة جديدة في تاريخ كوننا. اليوم سوف نحصل على لمحة عن أول ضوء يسطع من خلال تلك النافذة، ضوء من عوالم أخرى تدور في مدار النجوم البعيدة عن عالمنا. إنه أمر مذهل، حيث ولدت النجوم وحيث تموت. ضوء آت من أقدم المجرات، بل أقدم ضوء موثق في تاريخ الكون منذ أكثر من 13 مليار عام. ولأن التاريخ يكتبه المنتصرون في الحروب وفي العلم، لم يفوت بايدن هذه الفرصة للإشادة بالروح الأمريكية. يجسد هذا التلسكوب كيف تقود أمريكا العالم، ليس من خلال قوتنا ولكن بقوة ما نمثله مثل شراكتنا مع الآخرين. إنه يرمز إلى الروح التي لا هواد فيها للبراعة الأمريكية. ستذكر هذه الصور العالم بأن أمريكا يمكن أن تفعل أشياء كبيرة، ومن ثم تذكر الشعب الأمريكي وخصوصا أطفالنا أنه لا يوجد شيء يتجاوز قدرتنا، لا شيء يتجاوز قدرتنا. أطلقت ناسا صاروخ أريان 5 إلى الفضاء في يوم عيد الميلاد لعام 2021، حاملاً تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وبدأ التلسكوب في إرسال الصور بعد 6 أشهر تقريباً من إطلاقه. إنجاز غمر العلماء الذين استغرقوا في تصميم التلسكوب واختباره وإطلاقه ما يناهز عقدين من الزمان. لقد التقطنا صورنا الأولى. في الواقع اجتمع الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما ظهرت الصور الأولى. كنا في مركز التحكم في المهمة، وكانت لحظة عاطفية للغاية. بعض صور النجوم جيدة جدا، ويمكن أن ترينا كيفية أدائها، ويسعدني أن أقول إن الأداء البصري للتلسكوب استثنائي للغاية. بلغت تكلفة تلسكوب جيمس ويب حوالي 10 مليارات دولار، وقيل بأنه قادر على تصوير ما هو أبعد من أي نقطة نظرت إليها البشرية من قبل عبر تلسكوب هابل الذي سبق وأطلقته ناسا من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن ديسكفري في 24 أبريل 1990. كان الهدف هنا هو بناء تلسكوب أقوى بمئة مرة من أي تلسكوب كان لدينا من قبل. من البيانات الهندسية المبكرة التي رأيناها حتى الآن، نعلم أننا على الطريق الصحيح لتلبية تلك المتطلبات العلمية الصعبة للغاية. الصور الهندسية التي رأيناها اليوم هي حادة ونقية مثل الصور التي يمكن أن يلتقطها هابل، ولكن بطول موجة من الضوء غير مرئية تماماً لهابل. التلسكوب آلة زمنية ترصد الضوء الذي ينتقل بسرعة محدودة عبر الكون، ويعكس لنا الكون كما كان موجوداً عندما انبعث هذا الضوء. سفر عبر الزمان والمكان. يتوقع علماء ناسا أن يجنوا من المعرفة بالاستعانة بجيمس ويب أكثر بكثير من مجرد عروض ملونة ونابضة بالحياة.
نرحب معنا من تونس بسارة السنوسي وهي رئيسة مصلحة فضاء الكون في مدينة العلوم التونسية. أهلا وسهلا بك معنا سيدة سارة. إذا أريد أن نبدأ معك من هذا التلسكوب الذي أنتج هذه الصور الحديثة التي نتحدث عنها. جيمس ويب كما تابعنا في التقرير هو أكبر تلسكوب صنعه الإنسان، قدراته خارقة، فبناء على ذلك ما الذي يتيحه من إمكانيات؟ نعم، تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو صمم بالتعاون مع وكالة ناسا والوكالة الأوروبية الفضائية الأوروبية والوكالة الفضائية الكندية، وقع إطلاقه يوم 25 ديسمبر 2021. صمم بمرآة أساسية 6 متر فاصل 5 اللي هي تجمع 18 قطعة أساسية مرايا سداسية الأضلاع، مما يمكن هذا التلسكوب من مساحة تجميع أكبر بستة مرات من تلسكوب هابل. تلسكوب صمم على أساس أنه يمكن التقاط الضوء المرئي ذو طول الموجة الطويلة إلى حد الموجة منتصف الأشعة تحت الحمراء، دونك ما يمكنه من التقاط الأضواء تحت الحمراء المنبعثة من الأجرام السماوية البعيدة جدا 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 والقديمة. والهدف الأساسي من هذا التلسكوب هو كونه أن نبحث عن الضوء المنبعث من النجوم والمجرات التي تكونت منذ بعد انفجار العظيم. نعم، وكذلك معرفة كيفية تكون وكيفية نشأة الكون. نعم، ومن هنا نعم. الصورة الأولى التي أنتجها هذا التلسكوب تعد الأعمق والأدق والأكثر تطورا على الإطلاق، حتى أن العلماء بأنفسهم قالوا أنه ذلك لم يكن بالحسبان، حتى كان بمثابة حلم. ما هي النقلة النوعية هنا؟ أين بالتحديد يمكن أن نحدد التقدم الذي أحرز من خلال هذه الصورة الأخيرة؟ نعم، أول صورة، أعمق صورة من الكون، وهي منذ تبعد علينا قرابة 13 مليار سنة، أي بعيدة جدا، وهي تكشف بإمكانها هالمجمع للمجرات الكبيرة التي في الصورة، وهي تمكن أن تعطينا فكرة عن المجرات الأبعد وما وراء المجمع الذي وقع تصويره، اللي هو يكون أبعد بالكثير والذي ضعيف جدا في الالتقاط. والصورة مليئة بالألوان، هل لك أن تعطينا فكرة إلى ما يرمز كل لون؟ نعم، هو مجمع للعديد من كل من شاهده، هو المجرات الموجودة، المجرات التي هي مجموعة من النجوم، والنجوم كل النجوم لها ألوان متعددة، كل النجوم حسب العمر للنجم يكون عندها لون معين، كان اللون الأزرق للنجوم التي حديثة العهد، للنجوم التي لها درجة حرارة كبيرة، المجرات التي لها درجة حرارة كبيرة يمكن أن تأخذ اللون الأزرق، المجرات اللي يمكن أن تكون باردة نوعا ما تكون عندها اللون الأحمر، دونك العديد من الألوان الخاصة بالمجرات الموجودة، هناك مجرات كبيرة تحوي إلى نجوم، عديد من النجوم، مليارات من النجوم، النجوم العملاقة المتوسطة، النجوم متعددة الكبر الكبر النجوم. نعم، والدقة التي نجد العديد من المجرات المتوزعة في مجمع قد حبة الرمل. نعم، مهما كان المجمع هذا اللي هو فيه العديد من المجرات هو حبة الرمل من اللي نعرفوها احنا موجودة عنا. نعم، والدقة سيدة سارة التي يتيحها هذا التلسكوب يعني تتيح رؤية مجرات حديثة وأخرى قديمة جدا ضاربة في القدم في آن. بالنهاية يعني نسأل، كيف يمكن الاستفادة من كل ذلك، من اكتشاف هذه المجرات، اكتشاف تطورها وتركيباتها ومقارنتها بينها وبين بعضها البعض؟
نعم، بعد دراستها ومن قبل العلماء الفلكيون يمكن التعرف على أقدم المجرات. بالتالي عندما نعرف أقدم المجرات نعرف كيف تكون الكون، كيف كانت نشأة الكون، وكيف تطور هذه المجرات، وكيف تطورت هذه النجوم. ثم بالتالي يمكن أن نعرف أن هناك حياة موجودة أو لا على الكواكب الخارجية للمجموعة الشمسية. بالتالي يمكن أن نعرف بداية الكون وعند الانفجار العظيم للكون. برأيك كيف ستوظف ناسا هذا التلسكوب في المرحلة المقبلة؟ يعني هل نعرف أي شيء إلى أين سيرسل، عن ربما إلى أين سيوجه، وهل أيضا ما يكشف عنه، ما من المنتظر أن يكشف عنه، من المتوقع كذلك أن يتخطى كل الأمال والتوقعات؟ نعم، تم اتجاه هذه الصور، كذلك يمكن التقاط العديد من الصور الأخرى، وقريبا سوف تكون هناك صور أخرى حول السجيم الكارينا اللي هو السجيم، هو مجموع من الغاز الذي يقع فيه نشأة النجوم. كذلك هناك سجيم الحلقة الجنوبي، كيف صور، هناك صور للكوكب، سوف يلتقط صورة للكوكب العملاق والذي يبعد عنا 1150 سنة ضوئية. هذا يمكن أن يكتشف في الساعات القليلة الصور للعديد من السدم البعيدة جدا، واللي من خلالها يمكن أن نتعرف على مكونات الكون ونتعرف على أقدم نشأة الكون. بهذه الصور يمكن أن نتعرف على نشأة الكون أو أول المنظومات الكوكبية الموجودة في الكون. أشكرك جزيل الشكر. من تونس سارة السنوسي، رئيسة مصلحة فضاء الكون في مدينة العلوم التونسية.